وصل المهاجم ذو الأصول المغربية سامي بوهدان التألق رفقة فريق بيس فيندوفن، حيث تمكن من تسجيل هدف في فوز فريقه على سفولة برباعية لحساب منافسة الدوري الهولندي لأقل من 17 سنة، ويعتبر سامي من أفضل المواهب في الفريق، كما يسجل الحضور الدائم رفقة منتخب هولندا. ورغم أن اللاعب يمثل المنتخب الهولندي إلا أنه تفاعل بصورة شديدة على حسابه الانستغرام، حيث نشر صورة لواقي الساق والذي يحمل علمي المغرب وهولندا في انتظار تحديد اختياره الدولي مستقبلا في حال استمرار تطوره على هذا النحو.